Guten Morgen alle zusammen, wie geht's euch? Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. صباح الخير لكم جميعا، كيف حالكم؟ وأتمنى للجميع يوم الأربعاء مبارك وخيرا عليكم. إذا موضوعنا لهذا اليوم هو ما الاستمارة الجيس، سواء كانت تسجيل إذا كان عندنا تلفزيون أو كانت إعفاء من ضريبة التلفزيون. وأود أن أقول لكم أنني من الآن سوف أحاول وأبذل جهدي لكي أعرض لكم كيفية ملء الاستمارات المختلفة. سوف نبدأ بجيس بفرايونغ، أي جيس بفرايونغ، الإعفاء من ضريبة التلفزيون، وأستفيد من ذلك بخبرتي الطويلة في معهد إيسوب، حيث كنت أعمل ك انتجراسيون اسيستنت، يعني مساعد في الاندماج في المجتمع لمساعدة اللاجئين في ملء مختلف الاستمارات المطلوبة. إذا أحدهم جاءه في البوست هذه الاستمارة واسمها أنميلدو، مكتوب عليها جيس وهو لا يعرف ما هذه، فهو اتصل بهم فقال لهم انتشولديغونغ بيتي، من فضلكم انتشولديغونغ بيتي، ich habe ein Gis Anmeldeformular bekommen. إذا ich habe ein Gis Anmeldeformular bekommen. إذا لو عدنا إلى صياغة هذه الجملة لرأينا هنا فعل مساعد haben مصرف حسب ich، إذا ich habe، وهنا عندنا participe تصفي لنفس الفعل bekommen، إذا هو لم يختلف هنا بصيغة الماضي. إذا جملتنا مبنية بصيغة الماضي التام، أي بصيغة البرفكت. ich habe bekommen، أنا حصلت على، إذا جاءني شيئا ما، حصلت على. إذا ماذا حصلت؟ يقول ich habe ein Gis Anmelde Formular. إذا ein Formular هو استمارة، ein هو أداة تعريف للفورمولا، هي das Formula، هي اسم محايد. Gis هي، هذه هي Gis، هي الجهة التي تدير ضرائب التلفزيون والإعفاء أيضا من ضريبة التلفزيون. Anmelde هو عملية التسجيل، التسجيل سواء كان في كورس اللغة أو في منتدى رياضي أو أي مكان آخر. إذا ein Gis Anmelde Formula bekommen. فقالوا له يا Sie sollen es ausfüllen wenn Sie einen Fernseher haben. إذا Sie sollen es ausfüllen، ينبغي عليك ملء هذه الاستمارة. إذا Sie sollen، ينبغي، ausfüllen هو فعل ثاني، لأن أفعال مودال فيربن تحتاج إلى فعل ثاني يأتي في نهاية الجملة مثل ما قلنا سابقا وشرحناها بكثرة. ausfüllen معناه يملأ استمارة. اس ما معنى اس هنا؟ هو ضمير تعويضي ل اين بدلا من اين فورمولا او داس فورمولا، بدل ان نعيد اين فورمولا داس فورمولا نعوض عنه بضمير اس لانه اسم محايد. هذا الموضوع ايضا اخذناه في فيديو متكامل. زي سولن اس ausfüllen wenn، اذا wenn عندما او اذا هي اداه شرط، هي تربط جملتين مع بعض، و wenn هذه تدفع بالفعل الذي المفروض أن يأتي بعد ضمير هنا بالضبط هنا، تفعل إلى نهاية الجملة، وبذلك ففين هذه تكون جملة نسميها باللغة الألمانية نيبنساتس، جملة جانبية. لماذا جانبية؟ لأن الفعل موجود في الأخير، زي هابن، الفعل الذي يعود إلى ضمير موجود في هذه الجملة. فين زي أينن فيرنسيهر هابن، إذا كان عندك جهاز تلفزيون. فقال هو لهم ich arbeite Teilzeit، أنا أعمل يعني بعدة ساعات فقط من اليوم. تايل يعني جزء من العمل أو قسم من الدوام الكلي، ليس دوام كلي وإنما قسم قد يكون ساعتين ثلاثة في اليوم. ich arbeite Teilzeit und verdiene nicht so viel، وأحصل، verdiene هو يحصل يكسب، nicht so viel ليس كثيرا، nicht so viel. فقالوا له dann، إذا können Sie، تستطيع auch أيضا ein Gis Befreiung Formula. إذا ein Formula هي استمارة، الجيس هي الدائرة التي تدير شؤون التلفزيونات، Befreiung هي الإعفاء من الضريبة. إذا تستطيع أن تملأ استمارة الإعفاء من الضمير. إذا ausfüllen مثل ما قلنا هنا معناها يملأ استمارة.
فهو سألهم وقال لهم سؤالا مهما مهما جدا، welche Unterlagen brauche ich bitte؟ إذا welche هي صيغة سؤال بما معنى أي، أي Unterlagen هي وثائق، إذا أي من الوثائق أحتاجها أنا، welche Unterlagen brauche ich أحتاجها bitte. قالوا لو زي brauchen تحتاج Meldezettel für alle Haushalte. Meldezettel نحن أخذناها في هذا الدرس، وأرجو أن لا تكون قد نسيتموها. عندما يتحول أحدهم من سكن إلى آخر فعليه أن يراجع ميلديأمت دائرة التجديد لكي يستخرج له ورقة سكن جديدة. إذا يحتاجون منه ورقة سكن لكل أفراد الأسرة. من هم هاوسهالتي؟ هم أفراد الأسرة. ثم قالوا له فاميليان أين كومن، إيراد الأسرة. مما يتكون فاميليان أين كومن؟ أولا الذين يعيشون على ميندسيخرون من سوسيال أمت، الذين لا يعملون ويحصلون على يعني أقل قدر من المعيشة من السوسيال أمت، هذا هم يحتاجون إلى ميندسيخرون بيشايت، قرار منح يعني أدنى حد من المعيشة نسخة منه يرسلونه، أو عندما يعمل الرجل أو المرأة يحتاجون منه إلى لون سيتل. لون سيتل هو كشف الراتب الشهري، ورقة الراتب الشهري. أو إذا كانت الأم في حالة الأمومة كيندر بيترويونغ سايد، إذا كانت في حالة كيندر بيترويونغ عندها أمومة أيضا يحتاجون منها إلى كيندر بيترويونغ جيلت بيشايت، ماذا تحصل عليه في الشهر. وإذا كان عندهم أطفال أيضا يحتاجون منهم إلى فاميليان هيلفي بشايت، مساعدة الأطفال الشهرية فاميليان هيلفي بشايت. ثم طلبوا منه أن يعطيهم أين شول بشتيتيغون، إذا تأكيد من المدرسة فير ألي شولر كل التلاميذ الأولاد أوند شولرينن والتلاميذ من البنات، إذا أين شول بشتيتيغون. كمان طلبوا منه أين فون باي هيلفي كوبي، كوبي هي نسخة من مساعدة السكن، فون باي هيلفي الآن أصبحت تسمى في مقاطعة شتايرمارك ولا أعرف المقاطعات الأخرى تسمى عندنا فون أونترشتوتسونغ، أونترشتوتسونغ معناه دعم السكن، فون أونترشتوتسونغ. عفوا سألهم سؤالا آخر فقال لهم فان بيكومت مان، متى يحصل للإنسان أينن بشايت، على قرار من عندكم، يعني عندما يرسلهم كل هذه الوثائق فهو متى يحصل على قرار، فان بيكومت مان أينن بشايت، متى يحصل الإنسان على القرار. فقالوا له تاس داورت، هذا يستغرق سيركا حوالي أينن مونت، شهرا تقريبا. إذا تاس داورت هذا يستغرق سيركا حوالي أينن مونت، شهرا واحدا. ثم قال لهم ختم المحادثة بدانكي أو فيدا هيرن، يعني شكرا لكم ونسمعكم من جديد. إذا عند المكالمة نقول أوف فيدا هيرن، عندما نلتقي بعضنا ببعض نقول أوف فيدا سين، إذا في المكالمة نقول أوف فيدا هيرن. وأتمنى لكم يوما جميلا، ودعوة من جديد لمن لم يشترك في القناة أن يشترك، أو أن تدعون أصدقائكم أو تعرفون بهذه القناة عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الجروبات التي تنتمون إليها. وشكرا لكم وإلى اللقاء.